أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وأهل بيته أجمعين، وبعد. أمس الحمد لله قد درسنا عن الإعراب، وكانت تتصل أمس بعض الفتيات جزاهن الله خيرا، قالت لي أن هناك كانت أمس مشكلة في الشبكة، يعني أنهن قد لم يسمعن الصوت واضحا. قد تكون هي بنت واحدة أو أكثر من واحدة، فعليهن جزاهن الله خير لو يشاهدن على يوتيوب ما هو إن شاء الله يرسلون أصحاب الجمعية أو منظمة لهذه المدرسة لهذه الحلقة. فإذا نكرر كل يوم، فأنا كنت أتكلم مع الأخ الأستاذ نجيب الله حفظه الله، فقال لو نكرر كل يوم، يعني كل يوم هناك قد يكون الطالب أو الطالبة تقول لم تكن هناك الشبكة جيدة، ولم كنت أسمع صوتكم جيدة، فلو سمحت تقررون هذا الدرس. فإذا نقرر كل يوم درس السابق واليوم والدرس السابق اليوم، إذا إن شاء الله قبل يوم القيامة سننتهي من الآجرومية. فنسأل الله تعالى الإخلاص، فعليكن وعليكم الجميع أن نركز على كذلك على المقطعات أو الفيديوهات التي تنتشر إن شاء الله من قبل المنظمة عن طريق اليوتيوب أو غيرها. نعم، الله يبارك فيكم، الله يجزيكم خير. أما إذا كان أحد عنده إشكال، عنده يعني السؤال، أو عنده بعض الملاحظات عن درس أمس، فلا شك فيه إن شاء الله بإذن الله عز وجل نشرح كما شرح أمس، نشرح اليوم مرة ثانية إذا كان هناك شيء بسيط. أما جزاكم الله خير، الدرس كامل نكرر هذا يكون الصعب لكم ولنا، الله يبارك فيكم إن شاء الله، وإلا لا بأس به إن شاء الله. طيب يا شباب، آواز شد كان مصري واپس يون كبير كيش بوزن سري آواز پانا تشويش کرن پر راب جي پانا آواز مصري كان مزي يون سجدو پان سي واس پڑا اچھا بندی هز یہ مجھ آواز يون صوت الميكروفون أنا أسمع هنا. نعم. طيب يا شباب، أمس نحن قرأنا الكتاب الذي لديكم وهو رقم الصفحة 17، صحيح؟ نعم، رقم السبعة الصفحة 17. نعم، القطعة الثانية، يعني نبدأ اليوم من القطعة الثانية كذلك، يعني السكند باراجراف الذي هو واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ ترون هذا يا شباب؟ نعم، الصوت واضح لديكم يا شباب؟ تسمعون ما أقول؟ تسمعون جيداً؟
الله يحفظكم. طيب، فقلنا يا شباب الإسلام، واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين. طيب، هناك لي سؤال بسيط الذي ظهر في ذهني الآن عندما كنت أقرأ هذا السطر. وجدنا بعض الشباب وبعض الفتيات عندما كنا ندرسهم، نعم الآن صوت جيد ما شاء الله، الآن لا يرجع الصوت، خلاص الآن جيد ما شاء الله. نعم، طيب، من يقرأ هذا السطر الذي أمامنا؟ عادل حبيبات، أو عندنا آسف رشيد، عندنا عابد غلزار. واعلم أن هذا التغير، تغير ماذا؟ ماذا مكتوب بعد ذلك لديكم؟ دكتور تسليم أو عابد غلزار، أي نعم، اقرأ أنت يا شيخ. خلاص جيد، أنت قرأتها. أنا وجدت بعض الشباب جزاهم الله خير، جزاهم الله خيرا، يقرؤون أن هذا التغير ينقسم. هل نأتي بالقواعد النحوية، عفوا قواعد التجويد، عن الإخفاء الحقيقي، جاء بدل النون الساكنة حرف من الحروف الإخفاء، هل يقول ينقسم أو ينقسم؟ نعم يا شباب. نعم الدكتور مهندس وجاهة، ومن معنا مظفر حسين، ايش رايكم؟ ما هو الراي؟ انتم ترون، هل نقول ينقسم او ينقسم؟ يعني بالاخفاء؟ طيب، والراي اخر نريد نسمع من الشباب. طيب، لا تقسم، وحتى معنا ما شاء الله الطلبة فيهم اختلاف، فيهم من يقول ينقسم وفيهم من يقول ينقسم. في الأصل حقيقة جزاكم الله خيرا أن هذا فقط نحن في تلاوة القرآن نفعل، صحيح؟ شباب الذين معنا، نعم، بالمشاف على الهواء مباشرة، القواعد مثل هذه الأشياء، الإخفاء والإظهار، طبعا الإظهار يكون عادي، والإدغام وكذلك الإقلاب. طيب، الإقلاب يكون لأن هذا الشيء في الداخل اللغة، أما إخفاء وإدغام لا يكون في اللغة، صحيح؟ أنت تقول ينقسم، ماذا تقول؟ في اللغة. أما عندما أنت تتلو كتاب الله، تتلو قرآن، ففي أثناء القراءة أنت تلاحظ ما شاء الله، وأنت تركز على القواعد التجويدية، على القواعد التجويدية. أما عندما أنت تنطق اللغة، أنت تتكلم مع طيب، أنت تجدني في الطريق أو أنا أجدك في الطريق، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت تجيب وترد علي تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فبعد ذلك هل أنا أقول لكم من أين أنت؟ فإذا قلت لك من أين أنت، فأنت تقول يا شيخ لماذا أنت، قلنا الإخفاء الحقيقي لابد أن يكون مثل حركتين أو بمقدار الألف الواحد، لا تقول من أين أنت، بل قل من أين أنت. أيوه، على نظرة جيد، هذا ليس صحيح، فهم الشباب؟ هذا فقط يكون في تلاوة كتاب الله عز وجل. لما نعم، فاهمين كلكم جزاكم الله خير. نعم، الله يبارك فيكم. لا شك في أن كل يوم إنسان يعني يحاول أن يدرس شيئا جديدا ويتعلم شيئا جديدا، كلنا متعلمين، كلنا متعلمون، أنا أتعلم وأنتم تتعلمون، نتعلم منكم شيء وأنتم تتعلمون شيئا منا، فهذا ما شاء الله هكذا التعليم، بالتعلم، صحيح؟ التعليم العلم بالتعلم. نعم، جزاكم الله خير. طيب، هذه كانت ملاحظة في ذهني، طيب جاء في ذهني، والحمد لله وجدته. هذا الأخطاء كانت، أو هذه الأخطاء في بعض الشباب كانت. نعم، طيب، واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي
وتقديري يا شباب. هذا واضح إلى هنا؟ نعم، هذا أمس وضحناكم. نعم. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به، من النطق به ما لا يمنع، يعني مثلا كما رأيت في الحركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. طيب، فقلت في بعض الأحيان محمد، وفي بعض الأحيان محمدين، وفي بعض الأحيان محمدا، وكذلك في الفعل قلت في يسافر، ماذا قلت؟ يسافر. وفي بعض الأحيان قلت يسافر، وقلت في بعض الأحيان يسافر عندما أدخلت حرف لم عليها، لم يسافر. وهذا يا شباب للجميع. نعم. وأما التقديري، هذا ما أريد أن نشرح، لأن هناك بعض الألفاظ جاءت، هذا لابد أن نشرح إليكم عن التعذر وعن الثقل وعن اشتغال المحل، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ما هذه الأشياء؟ هذا إن شاء الله سندرسكم بإذن الله عز وجل. أي نعم. فقلنا أمس يا شباب الإسلام فهو ما لا يمنع من التلفظ. طيب، وما التقديري؟ التقديري المقدر، معنى مقدر مخفي، شيء مخفي المقدر وليس ظاهر، صحيح؟ نعم. الإعراب، طيب، إما لفظي وإما تقديري. طيب، فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر، من تعذر. شباب، التعذر ما معنى التعذر؟ الاستحالة، الاستحالة. تعرفون الاستحالة يا شباب؟ نعم نعم، impossibility. نعم، تقول الاستحالة معناه لا يمكن، مستحيل، شيء مستحيل، يعني شيء، إذا كان هناك شيء لا يمكن هذا أن نفعل، كما يقولون في الإنجليزية impossibility. أوكي؟ نعم. طيب يا شباب، طيب متى يحدث التعذر؟ نعم، متى يحدث التعذر؟ هو عدم ظهور العلامات الإعرابية في أو على الألف. شباب، هو عدم ظهور علامات الإعرابية على الألف. واضح يا شباب؟ يعني التعذر خاص للمقصور. واضح يا شباب؟ يعني إذا كان آخر ألف اللازمة، واضح؟ إذا كان آخر الشيء ألف لازمة. واضح يا شباب؟ طيب، مثل عندنا اسم المقصور، عندنا اسم المقصور مثلا الفتى، طيب، المستشفى، المصطفى، العصا. نعم. طيب، أو عندنا قد يكون الفعل الذي هو فعل فعل الناقص، بالناقص ناقص الألف. طيب يا شباب، يعني فعل المعتل إذا كان أول فعل حرف من حروف العلة، ماذا يسمى هذا يا شيخ يا شباب؟ مثال. الفعل المثال، مثل 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 المثال. كيف الفعل المثال؟ نعم، ورث. نعم، ورث. أقرب بمر عايز كده،
فعل كيس غورني كيس حرفس شباب ماذا يسمى هذا الفعل المثال مثل ورث أو وجد أو وقف إلى آخره إذا كان في وسط الكلمة نعم الفعل الأجوف ما هو قال أو باع جاء خلاص نعم إلى آخره طيب الفعل الناقص الناقص قد يكون ناقص الألف الناقص الألفي الناقص الياي مثل سعى دعا نعم دعا أليس كذلك يا شباب تقولون مثل سعى يسعى استسقى يقول الله في كتابه وإذ استسقى موسى لقومه استسقى موسى عليه السلام لقومه لبني إسرائيل طيب استسقى إن 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 انظر إلى السبورة يا شباب استسقى طيب أليس آخر ألف لازمة صحيح استسقى طيب هل تقولون استسقى أو استسقى يا أو في شيء آخر أو كما أنتم ترون النطق هناك مستحيل صحيح impossible أن تنطقون بالحركة يا شباب فهمتم يا شباب هذا ما نتعذر يعني هذا استسقى يقول يعتذركم عفوا يا شباب أنا لا أستطيع أن آتي بالضمة ولا أستطيع أن آتي بالحرف فتحة لا أستطيع أن آتي بالكسرة شباب عرفتم هذا؟ طيب إذا كان التعذر إذا وجدتم التعذر مكتوب في النحو فمعناه هو عدم إيش ما معنى العدم؟ غير موجود شيء غير موجود فهم؟ لا تستطيع أن تكتب نعم عدم ظهور العلامات العربية فين؟ على الألف وهذا يا شباب؟ وهذا يا شباب؟ نعم تقول جاء المصطفى جاء الفتى هل تقول جاء الفتى هذا مستحيل أن تقول هذا مستحيل يعني impossible أن تنطق هذا فلذلك هذا يسمى التعذر وهذا يا شباب طيب نذهب إلى الكتاب نذهب إلى الكتاب الثانية أي نعم ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو استثقال الثقل يا شباب الاستثقال ما معنى استثقال الثقلة قبل هيفنس أليس كذلك يا شباب في هذه الحالة الإنسان يستطيع أن ينطق الحركة يستطيع ولكن يكون ثقيلا على النطق إلى الثقالة شنو استقالة استثقالة معناه أن الذي ينطق الناطق الذي يقرأ القارئ يستطيع أن ينطق هذه الحركات ولكن يكون ثقيلة عليه يكون هذه الحركات ثقيلة عليه في النطق وإنسان هيك بريثي مغرب مسكي كيس بردس مسجد كيس قبل فنقول الثقل هو عدم ظهور الضمة والكسرة على الياء والواو طيب عندنا علة كم ثلاث أحرف واو ألف ويا ألف أخذ من التعذر ذهب بألف وماذا بقي واو يا فهو من أخذ الاستثقال طيب تقولون يا شباب في النطق انظر يا شباب
استثقال حل عرفتم الآن؟ هو عدم ظهور الضمة والكسرة في الواو والياء، واضح يا شباب؟ طيب مثل تقولون جاء القاضي، طيب الأصل ما هو؟ جاء القاضي، تستطيع أن تنطق أنت جاء القاضي، اقرأ أنت جاء القاضي والفاء مثلا جاء القاضي، أن تستطيع أن تنطق، ولكن يكون هذا الثقل على لسانه ما غير جزء غوب بارون تاجي بارون ما غير جزء كذي بير غوب، فلذلك يسمى هذا الثقل. فهمتم يا شباب؟ نعم. فيعني الصعوبة في النطق. نعم. عن هذا. طيب أنا أكتب خلاص عدم الظهور دم دقيقة أنا أكتب إذن صحيح هو عدم ظهور الضمة والكسرة في الواو والياء. ضمة، طيب بسبب الصعوبة في النطق، هناك تستطيع أنت أن تقرأ هذا، يعني تستطيع، يعني يكون، ولكن يكون ماذا؟ الصعوبة تكون هناك في النطق، وهذا يا شباب؟ طيب يا شباب، تقول الله يرضى عليكم الجميع، نعم. طيب، الكتاب معنى تعذر أو استثقال أو مناسبة أو مناسبة، يعني تقول اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا لا يحتاج إلى شرح واف أو شرح كثير، بل كلما ترون أنتم اسم مضاف وإذا كان المضاف إلي المتكلم، شباب كلما ترون المضاف، تبعا المضاف يكون دائما اسم، المضاف إلى ياء المتكلم، يا شباب واضح؟ الاسم مضاف إلى ياء المتكلم، مثلا تقولون هذا انتهينا، نقول هذا مكتوب عندنا اشتغال المحل بحركة المناسبة، ايش هذا مكتوب لديكم في الكتاب، اشتغال المحل في الحركة المناسبة. طيب يا شباب بحركة المناسبة، أحسن تكون قبل مكتوبة في كتاب بحركة المناسبة، بالحركة المناسبة. طيب يا شباب أنا أقول لكم دعا، من دعا؟ في كتاب الثالث لدروس اللغة العربية لغير ناطقين بها لدكتور فاء عبد الرحيم حفظه الله، قد درسنا هذا المثال فيه كذلك، دعا جدي أستاذي مع زملائي، انظروا يا شباب، دعا جدي
يا شباب أين الفاعل؟ شباب الإسلام الذين معنا على الهواء مباشرة من الشباب والفتيات يلا وين فاعل؟ وين فاعل؟ طيب جدي جدي ما هل تستطيع تقول جدوي؟ لا أليس أصل جدوي؟ لا طيب يعني عندما أنتم قرأتم وكلنا قرأنا ودرسنا أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا صحيح؟ فتقول دعا جدوي هل تقولون من اليوم دعا جدوي؟ طيب ماذا نقول دعا جدي لماذا نأتي بالكسرة؟ مناسبة المحل لأن بعده جاء ياء المتكلم ياء الإضافة ياء المتكلم يعني ياء المتكلم هذه صحيح مضاف إليه ياء المتكلم هذه فلا يناسب فتح قبله ولا يناسب ضم قبله بل يناسب فقط ماذا الكسرة وهذا يا شباب الأقل يقول سبحان الله دعا جدي عاد يقول دعا جدوي تقول كيف حالك أنت بخير يقول أنا بخير تقول كيف أنت بخير تقول جدوي إيش معنى الجدوي تقول جد هو وياي يا متكلم هذا لا يناسب لأن ياء الساكنة المتكلم الضمير ياء المتكلم تناسب دائما قبله ماذا قسرة وهذا يا شباب وهذا يا شباب طيب دعا جدي أليس هذا في محل الرفع في محل إيش الرفع أليس جد هناك في محل الرفع لأنه فاعل طيب جدك دعا من ها أستاذي يا أخي دعا من أنت جدك أنت هو دعا دعا من أستاذي طيب طيب دعا جدي عمي خلاص نترك الأستاذ أنتم ما تحب الأستاذ أن تدونه خلي عمكم في طيب دعا جدي عمي طيب إذن هو دعا من؟ دعا ابنه أليس كذلك؟ طيب على كل هذا أليس عم هناك مفعول به؟ يا شباب هل تقولون إذن يقولون دعا جدي عمي عمي؟ أو تقولون في اللغة لك ما تقول دعا جدوي عمي؟ لا طيب تقولون هذا عمي لا يناسب أن تكون الفتحة على المفعول به قبله فهذا هناك المناسبة ماذا؟ القسرة وهذا يا شباب فنقول عمي طيب هذا في محل إيش؟ في محل النصب أليس كذلك؟ شباب الإسلام طيب مع من دعا؟ جدك دعا عمك جدك دعا عمك أو دعا جدك عمك مع صديقك وأنت تقول دعا جدي عمي مع يا شباب مع صديقي طيب هذا الصديق أليس هذا مع ظرف وجاء بعده صديق مجرور دائما أليس كذلك؟ طيب هناك الاختلاف اختلف النحاة النحويون اختلفوا ومنهم الكوفيون ومنهم البصريون الذين يرون يقولون أن هذه العلامة الأصلية أو علامة الفرعية التقديرية أنت ماذا ترون؟ ماذا هل أنتم مع الكوفيون أو مع البصريون؟ والله نحن نسير معهم الذين يقولون هذا تقديري ليش؟ لأنه يكون السهول علينا كما أخبرناكم أمس عن الجدول والجدول عندنا هذا لا ترون هذا عندنا الجدول صحيح تتذكرون ما هذا
ايش مضاف اليه المتكلم؟ تقول مقدره 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 ظاهره مقدره 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 مقدره. العلامه لديكم، اما انتم تكتبون بالعلامه السيئه او بالعلامه الخاطئه، هذا انتم تركزون، هذا اسم الرمز. الرمز عليكم ان تجلون اما هذا للمقدره او اما هذا للمقدره، هذا عليكم. طيب شباب، واضح شباب؟ فنقول هناك هذا في محل ها الجر، ويرون بعض النحاة ان هذا ها ليس بالتقديري بل بالظاهري. طيب يا شباب؟ نعم. أظن يكون واضح لديكم ما هو التعذر وما هو الثقل وما هو الاشتغال المحلي بحركة بحركة المناسبة. نعم، بالحركة المناسبة. طيب يا شباب، أين وصلنا؟ نعم، تقول الآن انتهينا إلى السطر الواحد، ولكن أصل الدرس كان اليوم هذا. نقرأ مرة ثانية هذا. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، أمس هذا قلنا يدعو. أسألكم، يدعو هذا هناك أصل ماذا؟ شيخ، أصل يدعو، هل هذا طرقنا ضمة بالسبب الثقلي أو بالسبب التعذر؟ نشوف. أي والله العظيم، أي والله، أي والله، هذا بالسبب الثقل وليس بالسبب التعذر. طيب، الفتى يدعو الفتى، فتى يوء أو غير ما تقولون أنتم. الفتى تركناه بالعلامة الظاهرة بل أتينا بالتقديري، صحيح؟ الإعراب مقدرة. طيب هذا بالثقل أو بالتعذر؟ الفتيات معنا، لو يكتبنا على الدردشة حتى نعرف منهن إلى أين وصلنهن. الله يبارك فيهن فيكن يا بنات. طيب الفتى هناك شباب التعذر، والقاضي الاستثقال، صحيح؟ عندك فقط ألف للتعذر، خلي هذا ألف للتعذر والباقي ما بقي استثقال، إما قبله ياء المتكلم اسم بعد الياء المتكلمة أو قبل الياء المتكلمة، الكسرة التي هي بالسبب المناسبة. فهمتم يا شباب؟ طيب، وغلامي، نعم هذا هو الثالث، صحيح؟ مناسبة كما تقول. نعم، فتكون ضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر، هذا درسنا الآن. هذا شباب يعني الفتى، أو الثقل هذا قد درسنا. فيدعو، كلمة يدعو، يدعو مرفوع لتجرده من الناسب والجازم، صحيح؟ طيب يدعو تجرد ماذا منه؟ هل هذا منصوب؟ لا، مجرور مجزوم. ليش؟ كيف تقول هذا مرفوع؟ لأن الجملة يقول يدعو، من يدعو؟ شو اسمه؟ ليس دخل، لم يدخل على فعل يدعو حرف من حروف الناسبة، حرف من الحروف الجازمة، صحيح؟ لم يدخل شيء، إذن هذا مرفوع. طيب، ولكن هل رفعناه بالضمة؟ قلنا يدعو، يدعو لا، بسبب ايش؟ الثقل طرقناه والتقديريا جعلناه يدعو، صحيح؟ نعم. والفتى مرفوع لكونه فاعلا، أليس الفتى هنا مرفوع يا شباب؟ كيف عرفتم أن الفتى مرفوع؟ لأنه هو الذي فعل الفعل، الفعلية عليه على رأسه. طيب، هو مرفوع لكونه فاعلا. والقاضي، واو العطف ومعطوف. طيب، معطوف، القاضي معطوف، والمعطوف عليه أين؟ والمعطوف على أين؟ الفتى. كوشيت بوديوس كوالموس ديتوك أميس ديتوك كوالموس ديتوك دونجي يد بريجي أمبرون نافرون جي ديتموت واضح شباب؟ كيف أميسون همسون دي
صابني بوس بوس تيك نو تشيدي وندو جي تاسو ما ليش تاتو ونيس قوم ذهب الى الى عين السخانه عندنا موجود هناك على الجبال ان شاء الله. فانتم تغتسلون انتم هناك، فجاء رجل بعده ويغتسل في مائكم الذي قد استخدمتم انتم، فاذا صار لونه لونكم كما كنتم انتم صار هو كذلك. طيب يعني انا اقول مثال هذا، فهذا عطف وحرف العطف هناك عندنا واو، والذي ياتي الاسم بعده يسمى معتوف، وواو الذي اسم قبله قبل الواو يسمى معتوف عليه. تقول عندنا يا شباب يدعو الفتى والقاضي وغلامي. في بعض الشباب جزاكم الله خير لدينا معنى هنا الذين هم يحتاجون اكثر للشرح، يدعو الفتى والقاضي. تقولون ذهب علي وزيد. طيب أصله ذهب علي ذهب زيد، ذهب علي ذهب زيد، صحيح؟ طيب بدلا أن تقولون ذهب زيد تقولون فقد وع، يعني الفعل الذي فعل علي نفس الفعل فعل زيد. طيب فتقولون هذا واو العطف علي لا أو زيد هذا معطوف، وعلي معطوف عليه. وهذه يا شباب. طيب وغلامي كذلك معطوف، مرفوعان لأنهما معطوفان، كلاهما معطوفان على ماذا؟ على الفتى، على الفاعل المرفوع. كشيك بيت يمشي فاعل مرفوع اسمه العميل معطوف كرنا كوكتشوت كيف يسوي واو زبر وا واو زبر وا بروت يس اسم عاسي يمتد إعراب عاسين تبا يحسن واو بات بيستي مگر واو القسم كيسنا وزن كي واو عتب كيسنا وزن واد يا شباب واو الأخ بيشيس كذا. نعم ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، يمنج عندس بيش بيش كيسن دخل. طيب هذا معروف، إذا الفتى هناك فاعل مرفوع، القاضي فاعل مرفوع، غلامي فاعل مرفوع. هل تظهر في أواخر هذه الكلمات الضمة؟ موجود لتعذرها في الفتى. لماذا ما وجدنا ضمة في الفتى؟ بسبب التعذر، صحيح؟ وثقلها في يدعو، واجد يا شباب على ما عرفتم الثقل والتعذر واضح. نعم وثقلها يعني بسبب الثقل في يدعو. نعم وفي القاضي ولأجل المناسبة يا المتكلم. طيب يا شباب. نعم يعني يدعو والقاضي كلاهما بسبب الثقل، صحيح؟ أما ولأجل مناسبة يا المتكلم في غلامي. نعم فتكون ضمة مقدرة، فتكون الضمة مقدرة، عفوا فتكون الضمة مقدرة. لماذا قلت مقدرة؟ هذا خبر كان يا شباب. تكون الضمة هذا ضمة اسم، تكون كان يكون تكون هذا اسم كان، صحيح؟ اسم تكون، ومقدرة خبر تكون، تكون مرفوعا ومنسوبا، وهذا يا شباب. نعم اسم كان مرفوع وخبر كان منسوبا. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها على التعذر أو الثقل أو اشتغال المحلي محلي بحركة المناسبة. هذا ما ما شاء الله شرحنا وبيناكم جزاكم الله خير. وتقول يا شباب لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. طيب لن يرضى لن 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 حرف ناصبة من النواصبة، صحيح؟ للفعل المضارع. طيب ما هو الأصل؟ طيب لن يرضى يرضى
هل تكون يرضى يا أو ما أدري إيش تقولون؟ تقولون هكذا؟ طيب لن يرضى إيش صار به؟ تعذر صحيح؟ الفتى تعذر هذا فاعل الفتى يرضى هو فعل مضارع والقاضي الثقل وغلامي سب المناسبة صحيح؟ لأنه يعني المتكلمة في آخره نعم وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان انظر شوف إن الفتى إن حرف الناصبة لن كذلك حرف الناصبة جاء بعد لن يرضى في بداية لن جاء بعده يرضى صحيح؟ طيب هذا تبعا حروف مشبهة بالفيل إن طيب ولكن لن تنسب ماذا؟ الفعل أما إن تنسب ماذا؟ الاسم لن تنسب يصير باستعمال كم كثرة؟ فعلا كثرة وإن كم كثرة يصير باستعمال؟ نعم قدام وش يدوري منسب هو دي فعل إن دي اسم تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي طيب هرجس قشن الرويز كوز قشن الرويز الفتى شنو فاعل؟ الفتى هناك الفاعل مرفوع والقاضي بيجسد كويس وبتزاروجي يعني جسو يتشو مرفون وغلامي بيميون لڑك ميون جوان ميون بچنا وتقول إن الفتاة بشك الفتاة يا شباب وغلامي معطوف قو إن الفتاة يشو منصوبة شنو منصوب في محل نسبة مقدرة أو أصلية طيب مقدرة وغلامي شباب وغلامي مضاف إلى يا المتكلم طيب منسوب هذا صحيح لماذا هذا منسوب لأنه معطوب على الفتى والفتى لماذا منسوب لأنه اسمنا صحيح نعم لفاء أصوات أصوات نعم طيب لفائزان أصله الفتى وغلامي فائزان يا شباب الفتى وغلامي فائزان يعني مبتدا الفتى مبتدا وغلامي مبتدا الثاني طيب معتوه فائزان هذا خبر واضح اما اذا كان ان مكسوره ما معنى ان مكسوره ما معنى إن مكسورة يا شباب الإسلام؟ إن إذا كان بالكسر هناك إن وأن صحيح؟ إن وأن ما الفرق بينهما؟ الذين معنا إن أليس هذا حرف التأكيد؟ وأن أليس هذا حرف التأكيد كذلك؟ إن وأن أليس كلاهما حرفان تأكيدان صحيح يا شباب هذا إن مكسورة تسمى لأن هذا تكتب بالكسرة إن وليس أن فهذا يا شباب شباب نعم يجوز إذا كان إن مكسورة خبره بلام المزحلقة اچھا برو تو پرمت لام المزحلقه انت وشنا کوئی جاي خبر پر اج گمت لام دخل خبر پر کیا اج گمت دخل لام خبر پر کیا گو دخل سکت پر خبر پر کیا دخل لام یت ان ناسب ان الانسان لفی خسر اصلو ان الانسان فی خسر بیشک انسان خسارے میں ہے کیونکہ ان الانسان لفی خسر بیشک انسان بیشک خسارے میں ہے على كل هذا اللام المزلقة هنا ستعرفون هذا فيما بعد وقول طيب وين جدر ونش كان أسيكي إن فتا فتا شنو منصوب مقدرة لكن لا أدن شو أمس سود دون بيش زبرة نعم مقدرة وغلامي مقدرة يتي لفائزاني ورشي خبر نعم دونو كاميابي وتقول مررت بالفتا كيس كي باسي مي قزرا بالفتا بحرف الجر شباب الفتى اسم المقصور وهو مجرور في محل الجر هذا طيب وهو مجرور بأي شيء
بألف في محل جر، أليس كذلك؟ تقول هذا بسبب الثقل أو بسبب التعذر؟ بسبب التعذر. الفتى ألف هذا آخره، والقاضي الأصل والقاضي، هل تقول والقاضي؟ لا. وال طيب وغلامي وقاضي. طيب تقولون في هذه الجملة أن مررت بالفتى بهذا حرف الجر وجاء بعده الفتى مجرور، ولكن بسبب التعذر ما قبل العلامة، وغلامي بسبب مناسبة الياء المتكلمة المخاطبة جاء معه مضافا إليه، والقاضي ياء هذا اسم المنقوص فهو كذلك مجرور بالعلامات المقدرة. واضح يا شباب؟ دقيقة هذا ننتهي سرعة سرعة. فما كان آخر ألفا لازما تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. طبعا يأتي ألف ألف لازم إس أندس كاش بس أندس كاش بس كاش ساوند كاتو ألف بس بيت موسى زكريا واشبر واشبر الفتاة مستشفى أمريكا أفريقا هذا أفريقيا أنا وش شيء واشبر ألف لازم إس أندس أساسا قول تاتمنس كيف جسنا تاتمنس شو مرفوع منصوب مجرور ترى ويا جسنا مقدر شوبن بيج جسنا داخل زبر جسنا داخل زير جسنا داخل كين كل ال 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 الحركات الثلاث فيه مقدرة. لماذا؟ لسبب التعذر. واضح يا شباب؟ ويسمى الاسم المنتهي بالألف بالألف مقصورا ويس ألف ألف بلاس يعني جسنا اسم تاتكيت جسنا مقصور مثل الفتاة. ما من الفتاة نو جوان العصا ايش من العصا؟ ها؟ الستيك نعم. الحجا معناه حجاب، الحجا معناه ايش؟ الستر الحجاب، الحجاب والحجا نفس الشيء نعم. والرحى تشكي جريندر تشكي شنو بيسن صوت اوت تمبل وغيره وغيره جريندر جريتر هذا يسمى الرحى. طيب اخر الف لازمه والرضا رضا ربي رضا مندي واضح شبه. طيب وما كان اخره ياء لازمه اخر حرف اصل ياء لازمه تقدر عليه الضمه والكسره اطمنش بيش تيون كيا كرن مقدر اور زير تشرف مجبن كرن مقدر البته منصوب منصوب تردني بالعلامات زائد كيش لقي درس زرب ضرب كيف تشرف وجدنا. طيب كيف بتشيك حضوره وتظهر عليه الفتحة لخفتها لأن زبر شاسن خفيف بردنس مثال كده جاء القاضي هذا ثقيل رأيت القاضية إجنا قاضية يي زبر إيش خفيف يعني إجنا ثقل قسن قبر قسن إجنا لطر قسن رأيت القا سلمت على القاضي إيش قسن بيه قبر قو زبر يركون قبر أثبوده كيه بيشنت زير زير كورس قبر كمس اسم المنقوص نعم. طيب مثل القاضي إذا حذفتم آل ماذا تقولون؟ قاد يعني دجاج. الداعي إذا حذفتم ألف لام ماذا تقولون؟ داع عين دزير عين دعوة ديني ولا. الغازي الذي يغزو نعم الذي يحرب ضد المشركين نعم. ال 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 الغازي غزا يغزو غزوة نعم. الغازي إذا حذفتم الغازين. الساعي سعى يسعى دردوب كرني ولا مشقة مهنت كرني ولا نعم. الساعي إذا حذفتم الساعين. والآتي الذي بعده آتي بعده آني ولا. طيب آتن والرامي الذي يرمي شيء. طيب يا شباب هكذا نعم. طيب يسمى الرامي إذا حذفتم ري إذا حذفتم الرامن واضح يا شباب؟ نعم. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة يعني مرفوع منصوب مجرور يقول بالحركات المقدرة نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. وصلى الله تعالى وسلم على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته
وأصحابه ومن تبع نبيي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ننتهي اليوم هنا، وإن شاء الله نسألكم غدا بإذن الله، لأن نتأخرنا على الدوام قليلا، فنعتذركم ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.